متساوية مع التراث الصحفيون مستهدفون في عملهم لا يستطيعون الأداء أمامهم نتيجة الاعتداء المباشر والاستفزاز من القيم الصهيونية. قناة الأقصى فقدت زميلا عزيزا يتسم بالمهنية والأخلاق ينظر وحيدا أنه كان يغطي نيابة عنا وعن خلص صحيح العالم لا لا صحفيين مؤازرة شكرا للمقاومة التي حلت محل كل عربي وحلت محل كل مسلم وكانت أهلا لثقتي وأهلا لقدر الوجود. كذلك نقابة الصحفيين الموريتانيين ناشد العالم أن يتدخل من أجل حماية الصحفي الذي يؤدي مهمته في مثل هذه المهام والذي ينوب عن كل صحفي العالم في هذه البقعة من العالم التي امتحنها الله في هذا المشروع مؤسسات صحفية مختلفة من اتجاهات تحريرية مختلفة جمعتنا فلسطين، جمعنا دعم المقاومة في فلسطين، جمعتنا إدانة استهداف الصحفيين في فلسطين. جئنا هنا لنقول للصحفيين الفلسطينيين وهم يؤدون عملهم الصحفي بكل مهنية وبكل اقتدار، نحن معكم والأمة كلها معكم. الدور الذي تقومون به بنقل الحقيقة في نقل جرائم الاحتلال لا يقل أهمية عن الدور الذي تقوم به المقاومة. جئنا لنشد على أيديكم ولنقول لكم إن الأسرة الصحفية هنا في معكم تدين ما تتعرضون له من استهداف على يد الاحتلال الغاشم وتدعمكم وتؤكد لكم بإذن الله أن النصر سيكون حليفنا في هذه المعركة. فلسطين ستتحرر بفعل مقاومة أبنائها وبفعل مقاومة الأمة وبفعل كاميراتكم وبفعل أقلامكم وبفعل كل جهودكم الصحفيين الذي تقومون به. شكرا لكم إن نقلتم للعالم مجازر الاحتلال من الشجاعية، من خزاعة، من بيت لاهيا، من بيت حانون. شكرا لكم أيضا إن نقلتم للعالم بطولة المقاومة الفلسطينية وهي تمرغ أنف الاحتلال في نحل عوز وفي كل مواطن هذا الاحتلال الغاشم. العالم كله يشكركم، العالم مدين لكاميراتكم، لأقلامكم، لبرقياتكم، لكل جهدكم الصحفي الذي تقومون به. نحن هنا لنقول لكم إن الإعلاميين في موريتانيا معكم يدعمونكم وبإذن الله نتقدم جميعا إلى نصر محقق تصنعه المقاومة الفلسطينية وتصنعونه أنتم أيها الإعلاميون المقاومون في فلسطين. شكرا لكم، شكرا لكم من موريتانيا.